يجري الآن استئناف مبدئي لاتفاق المدني الأربعة، حيث دخلت منذ الصباح الباكر 10 حافلات تقل عددا من أهالي كفاريا والفوعة بينهم مقاتلين، لتتبعها الآن 10 حافلات أخرى أيضا تقل عددا من أهالي كفاريا والفوعة بينهم مقاتلين أيضا، في مقابل دخول 5 حافلات من مقاتلي مضايا والزبداني مع عوائلهم باتجاه المناطق المحررة. طبعا الآن يتم إدخال الباصات من الطرفين، حتى الآن أصبح داخل إلى مناطق نظام 20 باص، والآن في طريقه إلينا 6 باصات من أخواتنا في الزبداني. طبعا بسبب التأخير هو كان موضوع الأسرى، الآن الحمد لله تم حل هذا الموضوع وسوف يتم التبادل بعد إتمام وصول الحافلات إلى الطرفين. بعد ساعة بإذن الله سوف يتم استلام 750 أسير من سجون النظام. بعد الاستئناف المبدئي لاتفاقية المدن الأربعة ووصول قرابة 20 حافلة إلى مناطق سيطرة قوات النظام، يقابلها 6 حافلات وصلت إلى مناطق سيطرة الثوار تقل أهالي مضايا والزبداني مع عدد من المقاتلين. يتوقع أن يتم خلال ساعات أيضا دخول عدد آخر من الحافلات، يتبعها وصول العدد المتفق عليه من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاقية المدن الأربعة. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، من منطقة الراشدين بريف حلب الغربي.